بعد ساعات من موافقة حماس على مقترح الهدنة، دبابات إسرائيلية تقتحم الجانب الفلسطيني من معبر رفح. إسرائيل ترسل وفداً متوسط المستوى إلى القاهرة. حماس تعتبر المحادثات فرصة إسرائيل الأخيرة لاستعادة الرهائن. تنديد دولي بعملية رفح. السلطة الفلسطينية تدعو واشنطن للتدخل، والأخيرة تعلن إبلاغ إسرائيل بموقفها. مبروك الصغير معكم في ساعة إخبارية جديدة. أهلا بكم. ذكرت تقارير إسرائيلية أن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشرق رفح هي عملية محدودة، شارك فيها لواءان فقط هما عفاتي و401، معتبرة أن العملية تمت باعتبار أن الجزء الأكبر من عملية التهريب إلى حماس تتم عبر الأنفاق الواقعة أسفل المدينة. صحيفة معاريف الإسرائيلية اعتبرت من جهتها أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى معبر فيلادلفي في جنوب قطاع غزة هو استكمال لخطة تطويق حماس بين طريق نتساريم في الشمال والبحر في الغرب والحدود الإسرائيلية في الشرق، لكنها اعتبرت أن حماس قد تكون مستعدة لهذا التطويق خاصة بعد تأجيل الجيش الإسرائيلي لعملية رفح عدة مرات. كما حذرت من شبكة الأنفاق التي اعتبرتها شريان حياة لحماس والتي قد يصعب على الجيش الإسرائيلي اكتشافها وتدميرها. الآن استهداف ضخم جدا شرق محافظة رفح تحديدا بالقرب منطقة الجوازات، واشتعال النيران في المكان بشكل ضخم وكثيف جدا. ما زالت النيران والدخان بكثافة تشتعل في المكان المستهدف تحديدا منطقة الجوازات في منطقة البرازيل. يترقب السكان والنازحون الوضع في رفح ويطالبون بهدنة عاجلة
تنقذ مئات الألاف من الفلسطينيين من الإبادة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة باقتحام شمال رفح. احنا بنتمنى انها تصير هدنة، لان الوضع زاد عن حده، اولاد صغار بموتوا، بيوت بتهدم، عدوين مش عارفين ايش نسوي. والله جمعها على خير وحلها على خير. احنا بدنا هدنة، بدنا نعيش زي باقي البشر العالم. هي عايشة مش غير نعيش واحنا نموت. الاقصى مش لحالنا والدنيا مش الكوكب مش لحالنا. تمام، الكوكب مش لحالنا، بدنا نعيش، بدنا شنو؟ بدنا حياة، بدنا فيوتشر. احنا من الشمال، من اهل الشمال، نزحنا على خان يونس ومن خان يونس عرفه، وهالقيت بيقولوا انزحوا من رفح. طب احنا وين نروح؟ احنا المواصلات غاليه، المعيشه غاليه، احنا من قبل الحرب واحنا غلابه وفقراء. كيف يوم اجى الحرب علينا؟ وانا بتمنى من الله ان تصير هدنه بين الطرفين ونعود الى بلادنا وديارنا، فهذا املنا الوحيد، والامل بوجه الله اول حاجه، ثم بوجه الامه العربيه والاسلاميه. فنامل من الله ان تكون تثبت هذه الهدنه ونرجع الى ديارنا ومنزلنا ودورنا وبيتنا وبين احضان اهالينا. تنقلت على الانصراط، ومن الانصراط على الدير، ومن الدير على خان يونس، ومن خان يونس على السلطان، ومن السلطان هان، وزقنا يعني تنقلت. خلاص لقيتها، قلنا خلاص اخر مره يعني، وطلع كيف قنابل الدخان قربت زياده عن اللازم، يعني هذه لا تقل عن 3 كيلو 4 كيلو بعيد عنا. نتمنى ان شاء الله، عشان كرمال هالشباب، كرمال هاللي راح، وكرمال مش عارفه ايش احكي لك، انه الواحد كل واحد فيه جرح، فيش بيت، فيش واحد نازح ما عنده جرح اكيد، والضغوطات هذه الله يستر، مش عارفه ايش احكي بجد. من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، من العريش ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد عثمان. مرحبا بكما. أبدأ مع أسامة الكحلوت من رفح، كيف هو الوضع من عندك أسامة؟ نعم، نتحدث عن استهدافات إسرائيلية متواصلة منذ ما يقارب من ساعتين حتى هذه اللحظة. في الساعتين الأخيرات كان هناك استهداف منزلا لعائلة ريان في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. نقل إصابات من هذا المكان المستهدف إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل. على مدار أيضا الساعتين كان هناك نقل 3 جثامين بعد العثور عليهم من طواقم الدفاع المدني في مناطق قريبة من نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، سواء كان في منطقة حاجز نسترليم على شارع صلاح الدين، أو سواء على منطقة مدخل جحر الديك، وهي منطقة فيها تواجد كثير من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل عائلة قشطة في منطقة وسط مدينة رفح. هذا الاستهداف خلف سقوط طفلتين ضحايا و17 إصابة، نقلوا إلى المستشفى الكويتي قبل قليل من هذا الاستهداف لهذا المنزل بعد تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول للإصابات تحت ركام هذا المنزل المدمر حتى هذه اللحظة. أيضا في منطقة خربة العدس الجيش الإسرائيلي يستهدف عددا من المنازل في هذه المنطقة، وهي منطقة أخلى كل سكانها منازلهم باتجاه منطقة غرب مدينة رفح، باعتبار أن هذه المنطقة منطقة قتال، وهدد الجيش الإسرائيلي كل سكان هذه المنطقة بالنزوح يوم أمس. حتى هذه اللحظة وأنا أتحدث معك نشاهد حالة نزوح عبر شاحنات تجارية كبيرة تحمل على متنها عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي نزحت من المنطقة الشرقية لمدينة رفح باتجاه المنطقة الغربية ومنطقة مواسي خان يونس، بحسب ما تحدث الجيش على أنها امتداد لمنطقة آمنة وصولا إلى منطقة غرب مدينة دير البلد. نتحدث على استهدافات كانت أيضا في منطقة شارع صلاح الدين، وهذا الشارع الذي كان عبره يحاول السكان من المنطقة الشرقية العبور إلى المنطقة الغربية من مدينة رفح والنزوح باتجاه مناطق آمنة. الدبابات المتواجدة في منطقة معبر رفح البري استهدفت كل المارة عبر هذا الشارع واستهدفت كل السكان في محيط هذه المنطقة، وبالتالي حالة النزوح حتى هذه اللحظة مستمرة، ولكن من غرب منطقة وشارع صلاح الدين تجنبا وتخوفا من وصول قذائف المدفعية الإسرائيلية إلى منازلهم وإلى عائلاتهم، وبالتالي غادروا هذه الأماكن متجهين إلى منطقة غرب مدينة رفح تجنب الاستهدافهم من المدفعية. ولكن وصل عدد كبير من الإصابات، ما يقارب 7 إصابات وضحية من هذا الاستهداف المباشر للأهالي خلال محاولتهم العبور من شارع صلاح الدين اتجاها إلى منطقة غرب مدينة رفح. مستشفى أبو يوسف النجار الآن خرج عن الخدمة بالكامل وتم نقل كل الإصابات. شاهدنا اليوم ويوم أمس عائلات تحمل أبنائها بأسرتهم محاولين التنقل من المنطقة الشرقية لمدينة رفح باتجاه منطقة غرب مدينة رفح بعدما تم إبلاغهم بخلال المستشفى. لنتحدث أكثر عن التهديد الإسرائيلي التي يسلكها المدنيون في مغادرتهم لرفح. أذهب إلى أحمد عثمان مراسلنا من العريش من الجانب المصري. أحمد، كيف يبدو المشهد من عندك؟ هل لا زال
المعبر مغلق، نشاهد من خلفك الشاحنات، شاحنات المساعدات لا زالت مصطفاه. نعم، أنا أحدثك الآن من العريش، هي أقرب مدينة إلى منطقة رفع الحدودية يعني من السماح بها، ولكن المشهد لا يختلف كثيرا. هناك تكدس للكثير من الشاحنات كما ترى من خلفي، يعني هذا هو المشهد لنموذج من يعني أستطيع أن أقول مئات الشاحنات في مدينة العريش وحدها، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاحنات في محيط معبر رفح وأمام بوابة معبر رفح. هذه الشاحنات يعني ربما تمثل أهم سبل إرسال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع خلال الشهور الماضية. الآن وبعد غلق معبري رفح بسبب الأحداث التي حدثت، يعني المعبر مفتوح من الجانب المصري ولكن بسبب الأحداث التي حدثت ربما هذا أثر بشكل كبير، وأيضا معبر كرم أبو سالم أثر بشكل كبير على نسب المساعدات التي كان من المفترض أن تدخل. أيضا فيما يتعلق بحركة المسافرين سواء كانوا جرحى أو مرضى أو كانوا نازحين إلى مصر من سكان قطاع غزة أو حتى الذين يعودوا، هناك حالة من الغموض حول مصير هذه الموجات من الجرحى والمسافرين الذين كانوا يخرجون يوميا من القطاع إلى شمال سيناء أو إلى العكس. لا أحد يستطيع أن يتكهن ما هو مصير المعبر خلال الأيام المقبلة على ضوء ما حدث من اجتياح للقوات الإسرائيلية وأيضا السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح. هذا فيما يتعلق بالمشهد في شمال سيناء، ولكن أيضا تتجه الأنظار اليوم أو خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة العاصمة، حيث الاجتماع الذي أعلن بأنه سيبدأ خلال فترة قصيرة والذي يضم وفود كل من مصر، وفود أمنية مصر والولايات المتحدة وقطر، وأيضا الإعلان عن وصول وفد من حماس وأيضا الإعلان عن وصول وفد من إسرائيل. هذا الاجتماع الذي يراه البعض بأنه محوريا هاما جدا من حيث التوقيت، حيث من المفترض أنه يسعى لإعادة إحياء هذه الحديث عن الهدنة مرة أخرى، والحديث بأنه قد يكون هناك، يجب أن يكون هناك تنازلات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الكثير يتحدثون ويربطون ما بين ما حدث في رفح خلال الساعات الماضية في رفح الفلسطينية وهذا الاجتماع الذي يراه البعض بأنه قد يكون الأخير، والذي قد يمثل ربما يعني بارقة الأمل لإنقاذ الهدنة وإعادة إحيائها مرة أخرى، والحديث عن الثلاثة مراحل والاتفاق والتنازلات التي تمت خلال الساعات الماضية. وبالتالي الأعين منقسمة ما بين ما يحدث على الحدود وأيضا ما يحدث في العاصمة، وهناك ربط كبير ما بين المشهدين. طيب هذا جيد، دعني أعود من جديد إلى مراسلنا في جنوب رفح أسامة الكحلوت. أسامة، أسألك الآن عن الوضع الإنساني مع توقف دخول المساعدات من الجانب المصري نتيجة إغلاق المعبر، وإلى أين يتجه المدنيون المغادرون لجنوب رفح؟ نعم، كل المسارات أمام سكان شرق مدينة رفح هي مسارات آمنة، ينطلق من المنطقة الشرقية لمدينة رفح من منطقة أم النصر، منطقة الشوكي، خربة العدس، منطقة ثلث الزائل، كل هذه المناطق حتى هذه اللحظة غادر سكانها عبر مسارات آمنة باتجاه منطقة غرب مدينة رفح. من الشرق كانت المغادرة باتجاه الغرب، وهناك جزء من هذه العائلات غادرت باتجاه المنطقة الشمالية وهي المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس باتجاه منطقة المواصي. هذه أقرب منطقة إلى كل سكان المنطقة الشرقية في مدينة رفح، غادروا منازلهم باتجاه هذه المنطقة باعتبار أن كل المنطقة الساحلية لمدينة رفح أو مدينة خان يونس هي منطقة متاح فيها نصب خيامهم ووضع أمتعتهم وأطفالهم في أماكن ومتسع لهم. حتى هذه اللحظة يوجد بالفعل شاهدنا أماكن متسعة، ولكن هناك عمليات نصب لهذه الخيام بشكل عشوائي وليس ضمن إطار العمل في منظمات أممية تعمل على استيعاب كل هذه العائلات وكل هذه الأعداد الكبيرة من النازحين من المنطقة الشرقية لمدينة رفح. بالإمكان الحديث على أنه حتى هذه اللحظة الظروف الإنسانية في قطاع غزة بالعموم هي صعبة جدا في ظل شح كل المواد الغذائية. قبل عملية إغلاق معبر كرم أبو سالم كان المكتب الإعلامي الحكومي ومنظمة الأونروا كانت تقول أن قطاع غزة بحاجة إلى إدخال ما يقارب من 1000 شاحنة مساعدات يوميا من أجل أن تسد رمق العائلات النازحة، سواء كان في منطقة الجنوب حيث تركز العدد الأكبر أو في منطقة الشمال. ولكن كان يدخل إلى قطاع
غزة ما يقارب من 200 شاحنة يوميا من الأدوية والطعام والمياه والطرود الغذائية والدقيق، كل هذا كان يدخل إلى المؤسسات الفاعلة هنا في منطقة قطاع غزة. ولكن الآن بعد إغلاق المعبر بشكل رسمي نتحدث على بدء نفاذ مخزون سواء كان في الأدوية أو في المواد الغذائية أو في المياه. يعني المستشفى الكويتي قبل قليل كان تحدث على أزمة في الأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات والطواقم الطبية هنا في المستشفى بعد اعتماد هذا المستشفى كمستشفى رئيسي في مدينة رفح بعد خروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة، وبالتالي هذا المستشفى قدراته محدودة ولكن يقدم الخدمة العلاجية لما يقارب من 1.5 مليون مواطن ونازح هنا في مدينة رفح. حتى هذه اللحظة بالإمكان على أن الوضع آخذ في التدهور، خاصة وأن الكميات المتوفرة كانت تدخل إلى قطاع غزة يوما بيوم ويتم إدخالها وإرسالها إلى المستشفيات وإلى مراكز النزوح ويتم توزيعها بشكل يومي. ولكن الآن بعد إغلاق المعبر بإمكان الحديث على أنه سيتم التوزيع من المخازن الكبيرة والمعروفة في قطاع غزة والتي تتبع للأنوروا، وبعد ذلك سيكون هناك أزمة حقيقية من حيث مجاعة كما حدث في منطقة شمال قطاع غزة، قد يحدث في منطقة جنوب قطاع غزة ولكن على شكل أكبر لأن تجمع السكان والتكدس الأكبر للنازحين هو في منطقة رفح جنوب قطاع غزة وفي منطقة دير بلح وخان يونس. شكرا جزيلا لك من رفح جنوب غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، والشكر أيضا لمراسل الحدث من العريش أحمد عثمان. مشاهدينا نتوقف معكم مع هذه الأخبار العاجلة التي تظهر أسفل الشاشة. نتنياهو يقول بأن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، وأن عملية رفح تهدف لإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، وأن تعليماته الخاصة للوفد إلى القاهرة هي التمسك بالمطالب بثبات لضمان أمن إسرائيل، وأن عملية رفح هي خطوة مهمة لتدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية، وسنمنح حماس من أي دور في الحكم بقطاع غزة. إذن هذه آخر الأخبار المنقولة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعلنت صحة غزان العملية الإسرائيلية في رفح منعت الجرحى والمرضى ومرافقيهم من السفر عبر المعبر للعلاج، ويقدر عددهم بالألاف. كان آخرها قائمة الجرحى والمرضى التي طلبها الجانب المصري والبالغ عددهم نحو 140. كما أكدت صحة غزة أن إغلاق معبر رفح منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات، محذرا من الوضع الصعب للمرضى والجرحى في مستشفيات القطاع منذ بداية الحرب. طالبت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح وتهجير المواطنين منها، وحذر نبيل أبو ردين المتحدث باسم الرئاسة من مخاطر هذا التصعيد الإسرائيلي وارتكاب مجازر في رفح، مضيفا أن العملية الإسرائيلية تهدد حياة الملايين من الفلسطينيين وتدفع بالأمور إلى حافة الهاوية إلى جانب السيطرة على المعابر الحدودية، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض، كما ستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى الفلسطينيين في القطاع، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
أدانت الخارجية المصرية اليوم عمليات إسرائيل في رفح والتي أدت إلى سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودعت مصر إسرائيل إلى الابتعاد عن سياسة حافة الهاوية، معتبرة أن عملية رفح تهدد جهود التوصل إلى هدنة دائمة في القطاع. كما طالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل والضغط لنزع فتيل الأزمة الراهنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين، مضيفا أن إسرائيل تشنه رغم التحذيرات التي وجهت لها. الهجوم على رفح بدأ مجددا رغم كل التحذيرات التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أخشى أن يتسبب هذا مرة أخرى في سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين. سنناقش كيفية زيادة الدعم الإنساني في المرحلة المقبلة، وسنأخذ البعد السياسي لهذه الأزمة في الاعتبار مرة أخرى. أعلنت قناة CNN الأمريكية أن مدير المخابرات المركزية يزور القاهرة في هذه الأثناء لإجراء مباحثات بشأن غزة. يأتي ذلك فيما أفاد مراسل الحدث بوصول وفود الحكومة الإسرائيلية، وكانت رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وفدا متوسط المستوى سافر إلى مصر في الساعات الماضية لتقييم إمكانية تغيير حماس لموقفها بخصوص أحدث شروط وقف النار، مضيفا بأن العرض الحالي من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، ويحول عرضها المقدم في 27 أبريل لاشتراطات غير مقبولة. في حين أكدت مصادر الحدث أن وفدا من حماس سيصل إلى القاهرة لاستكمال التفاوض بخصوص صفقة تبادل الأسرى. وقالت الحركة هذه المفاوضات هي الفرصة الأخيرة لإسرائيل لاستعادة المحتجزين، فيما هددت بالانتقال إلى مرحلة ثانية من عملية رفح في حال فشل المفاوضات. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن أوضح تماما لإسرائيل موقفها من عملية اجتياح بري لرفح، منوها إلى أن الولايات المتحدة تتشاور مع شركائها من أجل التوصل لاتفاق يفضي لسلام مستدام. ميلر أكد أن واشنطن لا تزال تعتقد أن اتفاق الرهائن يصب في مصلحة إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء.
من الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، ومن واشنطن ينضم إلينا الأستاذ نزار فرسخ الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ مع حضرتك أستاذ نزار، شروط التفاهم الأمريكي الإسرائيلي اليوم على غزة خاصة بعد الاجتياح المحدود لرفح؟ يبدو أن الولايات المتحدة والإدارة تحديدا ليس لديها وضوح حول ما يريد أن يقوم به نتنياهو. كان الحديث يوم الاثنين صباحا مع نتنياهو هو حول أطر العملية في رفح ومحاولة ضبط هذه العملية كي تقلل من الضحايا المدنيين، ثم تفاجأوا بالرد حماس على الصفقة، والآن يتفاجؤون بعملية رفح حيث قالوا أن العملية محدودة، هي فقط بعض المناطق التي يريدون أن يسيطروا عليها بما فيها رفح المعبر. ولكن في السابق شاهدنا كيف أن إسرائيل تقول أنها تقوم بعملية محدودة، ومن بعد ذلك تظل يبدو أنها تتسع إلى حملة عسكرية شاملة. نذهب إلى الناصرة، معنا من هناك نظير مجلي. أستاذ نظير مرحبا بك، هل هي بالفعل تمهيد لمعركة أكبر؟ مرحبا بك يا عزيزي وبضيفك الكريم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. ربما تتحول إلى شيء أكبر، هي ليست مخططة لأن تكون أكبر في الوقت الحاضر. الإدارة الأمريكية تفهمت الخطوة التي يقوم بها نتنياهو الآن مع الجيش، وذلك باستغلال تأخر حماس في الرد الإيجابي على المقترحات المصرية. هذا التأخر يستغله نتنياهو حتى أقصى حد، والولايات المتحدة تفهمت ذلك، لكن اتفقوا على عملية محدودة، والعملية المحدودة من الممكن أن تكبر إذا لم تكن هنالك مصائب كبيرة أو إذا لم تكن هناك مقاومة جدية، فهذا سيفتح شهية الإسرائيليين، خصوصا وأن هناك تيار اليمين المتطرف الذي يحتفل الآن بدخول رفح يطالب بأن تتسع العملية أكثر، ليس فقط في غزة بل أيضا في الشمال، وأن تتوقف عملية التفاوض. لا يريدون أن يكون هناك وفد إسرائيلي مفاوض، وهؤلاء كما يبدو لهم سطوة وتأثير على القيادة الإسرائيلية. لكن هناك تقديرات في إسرائيل بأن الولايات المتحدة جادة في أن تكون هذه العملية محدودة، وإذا تجاوزت الاتفاق معها حول حدودها فإنها ستتغير. ما هو حدود هذا التجاوز أستاذ نظير؟ هم تحدثوا الآن عن أولا السيطرة على مخارج رفح، بمعنى السيطرة على المعبر من الجنوب والسيطرة على منطقة صلاح الدين في الشمال. هذا يحجز أهالي رفح داخل رفح ويحجز أيضا النازحين، والحجة هي أنهم لا يريدون أن يتيحوا لقادة حماس المتواجدين في رفح بأن يخرجوا من دون أن تضبطهم إسرائيل، وأن لا يهربوا مجموعة من الأسرى الذين تعتقد إسرائيل أنهم موجودون هناك. ولكن هذه هي الحجة العلنية، أما الأسباب وراء هذا الموضوع هي كما هو معروف أسباب سياسية حزبية داخلية إسرائيلية تريد البقاء لهذه الحكومة بالأساس. طيب، نرحب بضيفنا من القاهرة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأستاذ علي عاطف. مرحبا بك، نكمل هذا النقاش أولا في الاقتحام الإسرائيلي لرفح. اقتحام أو على الأقل دخول فيلادلفيا اليوم، هل بالفعل إسرائيل خرقت اتفاق السلام مع مصر؟ يعني بالتأكيد العمليات الإسرائيلية الجارية فيما يخص محور فيلادلفيا وانتهاك إسرائيلي، والحقيقة وانتهاك متكرر، ليست المرة الأولى التي يعني تنتهك فيها إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر. يعني طبقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 79 فإنه لا يجوز المساس بهذه المنطقة في ظل يعني، ولكن إسرائيل خلال الفترة الماضية ادعت يعني أن هناك بعض العمليات
الماليات أو بعض الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب أسلحة أو مواد أخرى، ولكن هذا بالتأكيد يعني هذا ليس صحيحا وهذا كذب، هو ادعاءات وحجج إسرائيلية لاستكمال عملياتها في قطاع غزة بشكل كامل وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل خاص. يعني هذه مجرد حجج إسرائيلية يعني لا أساس لها من الصحة لاستكمال عملياتها وأهدافها داخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويعني في ظل يعني هذه الانتهاكات الإسرائيلية يعني أو الوضع التطورات الحالية تبشر بي أو قد تقودنا إلى الاعتقاد بأن هناك مجازر أخرى إسرائيلية خلال الفترة المقبلة إذا ما وسعت إسرائيل من عملياتها العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، نظرا لوجود يعني 1,200,000 فلسطيني نازح داخل مدينة رفح الفلسطينية جاءوا من شمال ووسط القطاع إلى هذه المدينة. فأعتقد أن هذه جميعها أو هذه العملية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا هو انتهاك صريح من جانب إسرائيل لمعاهدة السلام مع مصر التي تم التوصل إليها عام 79، وهي يعني بشكل لا لبس فيه هي تهدد الأمن القومي المصري، ومصر أكدت أكثر من مرة على رفضها لهذه الانتهاكات الإسرائيلية. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا قد يعني يوجد مزيد من أو يوجد توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة. يعني طيب. مصر حذرت من هذا الانتهاك لأكثر من مرة ومن تداعياته ونتائجه على هذه العلاقات. طيب ابقوا معي ضيوفي نتابع في نشرة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية رفح ضرورية لتفكيك قدرات حماس، مضيفا في كلمة قبل قليل أنه وجه وفد التفاوض بالتمسك بمطالب إسرائيل. نستمع. أمرت بموافقة أعضاء الكابينت الحرب العمل في رفيح. خلال ساعات قواتنا رفعت علم إسرائيل وأنزلت علم حماس. الدخول هو يشكل هدفين لإسرائيل، إعادة المخطوفين وتصفية حماس. نحن أثبتنا من خلال تحرير المخطوفين السابقين أن الضغط العسكري على حماس هو شرط ضروري من أجل عودة المخطوفين، وكما قرر كابينة الحرب بشكل بالإجماع أن الخطوة ضد حماس هي ضرورية، وإسرائيل لن تمكن حماس من العودة لحكم الشر الذي تديره في قطاع غزة وأن تواصل العمل من أجل إبادتنا. إسرائيل لن تستطيع أن تتخذ أو تقبل اقتراح أن يبكي مواطني دولة إسرائيل وأمنهم ومستقبل دولة إسرائيل على يعني مرهون بحماس. واصلوا بالعمل للطلب تحرير المخطوفين وتأمين أمن إسرائيل. نحن أيضا نواصل الحرب ضد حماس. السيطرة على معبر رفح اليوم هو مهم جدا لتدمير حماس وأيضا تصفية الأربع كتائب التابعة لها، وهو مهم لتصفية القدرات الحكومية أو السلطوية لحماس. למשפחות שאיבדו את יקיריהן בימים האחרונים. אני מצדיע לך אלינו הגיבורים. אני אطلب ان ارسل تعزية للعائلات التي فقدت اعزائها في الحرب. وانا انحني واضرب تحية لجنودنا الابطال الذين نفذوا بشكل كامل هذه المهمة في الحرب وعلى كل ما يقومون به وسيقوم به في المستقبل. انا ارسل لهم احتضان وحضن كبير. أعود إلى ضيوفي بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأبدأ مع من واشنطن مع ضيفي الأستاذ نزار. أستاذ نزار، عندما يؤكد أن الجيش الإسرائيلي ماض في الدخول إلى رفح في هذا التوقيت الحساس، توقيت المفاوضات، هل هذا الإصرار نتيجة امتلاك نتنياهو ورقة أن السلطة التشريعية اليوم في الولايات المتحدة القادرة على الضغط على السلطة التنفيذية التي بدأ تمثيلها يضعف مع اقترابها من انتخابات نوفمبر، لذلك هو مصر على الذهاب إلى رفح أي لا يستمع إلى بايدن؟
نعم، هو أصلا لم يستمع إلى بايدن حتى قبل سنة وسنتين. بالطبع الوضع الهش لي بايدن داخليا بسبب أدائه السيء جدا في مسألة حرب غزة يؤثر عليه، ولكن أيضا نتنياهو، أظن أيضا التقرير الذي أشرتم إليه كان يشير إلى ذلك، نتنياهو يحتاج اليمين الإسرائيلي ولا يكترث إلى اليسار، اليسار لا يشكل خطر حقيقي عليه، فبالتالي هو يحاول دائما أن يزيد من تحمس اليمين له وحماية نفسه من أقصى اليمين غفير والآخرين الذين يزاودون عليه. فكل ما أتت له الفرصة أن يظهر أنه شخص قوي ورئيس وزراء قوي يقوم بما يريد ولا يكترث لأحد، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليف الأساسي والممول الأساسي للأسلحة لإسرائيل، فذلك يساعد نتنياهو على الظهور بأنه هو الوحيد الشخص القوي القادر على حماية إسرائيل، ويظهر أيضا أن منافسيه إن كانوا في اليسار أو في اليمين، في اليسار هم ضعفاء وليسوا بالقوة التي لدى بيبي، وإلى اليمين أنه السياسي المحنك القادر على إدارة الولايات المتحدة وليس ولا يقبل الإملاءات الأمريكية. أستاذ نظير، نتنياهو اليوم أطلق عملية عسكرية من ناحية، وأيضا أرسل وفد إلى القاهرة للمفاوضات حول وقف إطلاق النار، وأن أي حل هو بعد انتهاء العملية العسكرية. هذا السيناريو كيف له أن ينجح؟ يعني كيف لنتنياهو أن يدخل إلى رفح ويرسل وفد إلى القاهرة؟ يعني هذا نتنياهو لا يتعامل مع يمين ويسار في هذا الشأن. يوجد يمين في حكومته وفي حزبه، هذا تيار قوي، ليس فقط بن غفير وليس فقط سموتريتش، هنالك تيار قوي في داخل الليكود يضغط عليه من اليمين، وهنالك المينستريم الإسرائيلي، الوسط الإسرائيلي مع اليسار، والأهم هو عائلات الأسر. عائلات الأسر اليوم تشكل قوة وجدانية وشعبية جدية، هي التي تقيم المظاهرات. حوالي 40,000 متظاهر تظاهر يوم السبت، يوم أمس انفجروا، اليوم عادوا إلى الشوارع وفي عدة أماكن في آن واحد. وهو لذلك عندما أرسل الوفد إلى القاهرة أرسله من أجل عائلات الأسرى ومن أجل جانتس وأيزنكوت شركائه في الائتلاف. هؤلاء هم يمثلون الوسط الإسرائيلي والولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية. يعني هو طبعا هو مستعد أن يتمرد على الإدارة الأمريكية، ولكن إلى حد معين وليس بدون حدود، خصوصا وأن هنالك في الأفق تحت تهديدات بوقف شحنات أسلحة وغير ذلك. فنتنياهو من جهة يريد إرضاء اليمين، وهو يتفق في ذلك مع بايدن. يعني صحيح أن بايدن ضعيف، ولكن في هذه النقطة كان هناك اتفاق ما بين بايدن ونتنياهو أمس في المحادثة الهاتفية بأن تكون تلك عملية محدودة حتى يستطيع أن يسجل نتنياهو أولا لليمين أنني تجاوبت معكم، ثانيا أن يخرج من الحرب بشيء من النجاح. واضح أنه سيفشل، ولكن هذا هو الذي يبحث عنه، صورة نجاح معينة ويخوض فيها انتخابات، لأن المتوقع الآن بعد أن تنتهي هذه الحرب أن يذهبوا إلى انتخابات في إسرائيل، فهو يريد مكاسب. فهذه هي حسابات نتنياهو الآن. أستاذ علي، الأمور تتعقد اليوم على الأرض في رفح، هو يهدد مصر ويهدد أمنها الإقليمي، وهنا أيضا نتحدث عن 1,500,000 مواطن يمكن أن يتضرروا بشكل مباشر من إطلاق هذه العملية. كيف للوسطاء اليوم أن يقنعوا الطرف الإسرائيلي بالعدول عن هذه العملية والموافقة على الهدنة؟ يعني المفاوضات يعني لم تنتهي حتى الآن، المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر الوساطة المصرية والوساطة القطرية والرعاية الأمريكية لا تزال مستمرة. يعني إذا أردنا التوصل إلى يعني حلول لهذه الأزمة الجارية، أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى يعني أهداف حركة حماس من المفاوضات، وأهداف إسرائيل أيضا من المفاوضات، ومحاولة إيجاد يعني حلول وسط لإرضاء الطرفين. يعني
الإسرائيل أعلنت، أو مسؤولين بعض المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا اليوم قبل قليل عن أن وفدا إسرائيليا سوف يذهب إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات. أعتقد أن أكبر أزمة تواجه هذه المفاوضات هي مسألة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع أو في قطاع غزة بوجه عام وفي مدينة رفح بوجه خاص، وكان هذا يعني أيضا يمثل أحد الأهداف الإسرائيلية للهجوم على رفح. فأعتقد أنه إذا تم التوصل إلى حل فيما يخص أزمة المحتجزين الإسرائيليين داخل مدينة رفح، أعتقد أنه قد نجد يعني أو قد نرى في القريب العاجل وقفا لإطلاق النار في أو عدم اجتياح إسرائيل بشكل كامل لمدينة رفح. ولكن يعني المشهد أعتقد أنه يعني معقد إلى درجة ليست بالقليلة. يعني حماس رفضت المطالب الإسرائيلية بشأن المحتجزين، إسرائيل تريد إطلاق 3 محتجزين كل 3 أيام، ولكن حماس عرضت رأي آخر، قالت أنها يمكن أن يعني تفرج عن 3 محتجزين كل أسبوع. فأعتقد أنه إذا تم التوصل إلى حل فيما يخص أزمة المحتجزين على وجه التحديد، أعتقد أنه قد نشهد انفراجة. وأيضا يعني أعتقد أن الرأي العام الغربي أو التحول في الرأي العام الغربي في الوقت الحالي داخل الدول الأوروبية والجامعات الأوروبية أيضا، يعني قبل قليل سمعنا عن بدء اعتصامات داخل الجامعات البريطانية للضغط يعني للتنديد بالعملية الإسرائيلية المرتقبة أو المرتقب توسعها داخل مدينة رفح اليوم. وأيضا يعني خلال الأسابيع الماضية الاحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية والعديد من الجامعات الأمريكية، ليس فقط جامعة واحدة أو في ولاية واحدة، قد انتشرت هذه الاحتجاجات. فأعتقد أن الرأي العام الغربي والرأي العام الأمريكي قد يؤثر على إسرائيل عن طريق تأثيره على الحكومات والدول الغربية خلال الفترة المقبلة. أعتقد أن أيضا النتائج الكارثية التي يمكن أن تتسبب بها العملية الإسرائيلية داخل مدينة رفح الفلسطينية، أعتقد أنها قد تشكل العامل الأكبر حساسية أو الأكثر خطورة فيما يخص الضغط على إسرائيل خلال الفترة المقبلة. لأنه هناك يعني كما تفضلت حضرتك 1.5 مليون مواطن فلسطيني داخل مدينة رفح الفلسطينية، يعني إلى أين يذهبون؟ يعني أعتقد أنه يعني نتيجة اجتياح إسرائيلي للقطاع في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذا العدد الكبير، أعتقد أنه سيتسبب في مجازر أكبر مما حدثت خلال الأشهر الماضية داخل قطاع غزة برمته. أستاذ نزار، ماذا تملك الإدارة الأمريكية اليوم للتعامل مع التعنث الإسرائيلي فيما يتعلق بتوسيع الحرب في رفح؟ هو السلاح الأساسي الذي كان لديها من أول الحرب، وهو أن كل العتاد العسكري الذي تستخدمه إسرائيل في هذه الحرب هو عتاد أمريكي. إسرائيل فقدت القدرة على الاستمرار في الحرب في ديسمبر 2023، ولكن الإدارة تختار أن لا تقوم بذلك. هنالك أخبار عن تجميد الشحنة القادمة للأسلحة، ولكن من غير الواضح إذا كان ذلك بسبب قرار المحكمة الدولية والأثار القانونية على نقل السلاح، أو أن يكون ذلك تهديد مبطن لنتنياهو كي يلجموه إلى حد ما. ولكن للأسف لا أرى هذه الإدارة، وما أخشى ما أخشاه أن بايدن مستعد أن يخسر الانتخابات مقابل انتصار أي انتصار لإسرائيل، هو لهذه الدرجة من الصهيونية للأسف. طيب أعود للأستاذ نظير. أستاذ نظير، بعد موافقة حماس الليلة الماضية على مقترح الهدنة، هل لازالت تملك خيارات للتعامل مع إسرائيل؟ طبعا، أولا تتعلم الدرس ولا تتأخر في إعطاء ردود إيجابية. طالما لديها الاستعداد لاتخاذ موقف إيجابي، لا، ما كان عليها أن تتأخر كل هذا الوقت. إسرائيل استغلت هذا التأخر بشكل كبير، والآن كيف تدار المفاوضات؟ كما نلاحظ تقريبا كل الخلافات هي خلافات سطحية وشكلية ولا تستحق أن تستمر الحرب بسببها. فمن المفترض إدارة هذه المفاوضات بطريقة على الأقل أن تكسب الوسطاء، ربما لا تنجح أن ترغم إسرائيل أو تدفع إسرائيل إلى الموافقة على متطلباتها، ولكن لتقنع الوسطاء، لتقنع الولايات المتحدة،
هنالك أمور أساسية جوهرية يحتاجها الفلسطيني اليوم هي وقف إطلاق النار، هذا أهم من أي شيء آخر. هذا العناء الذي يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم مرعب، وخروج الناس إلى الفرح يوم أمس عندما سمعوا أن حماس وافقت، يعني قبل أن يعرفوا ما هو موقف إسرائيل كانوا يتوقعون أن تنتهي المسألة، وهؤلاء الناس فقدوا أعزائهم، لا يوجد أحد منهم لم يفقد عزيزا أو لم يفقد بيتا أو لم يتضرر اقتصاديا، ومع ذلك خرجوا ليفرحوا لأنهم مثقلون بهذا الأمر. ولذلك وقف إطلاق النار هو الأمر الجوهري، يجب عليهم إدارة المفاوضات الآن بطريقة يكسبون فيها الوسطاء ويتقدمون في هذه المفاوضات حتى لا يكونوا هم العنصر المتهم بتخريب هذه المفاوضات. أستاذ علي، عندما يقول نتنياهو بأن الاقتراح بعيد كل البعد عن طلبات إسرائيل، هل يعني نهاية التفاوض بالنسبة للجانب الإسرائيلي ونحن نعلم أن المفاوضات لا زالت جارية الآن في القاهرة، أم هو يحاول تحسين هذا المقترح؟ يعني المفاوضات لا أعتقد أنها بهذا التصريح من جانب نتنياهو قد انتهت، المفاوضات لا تزال جارية وسوف تظل. يعني أعتقد أن النقطة التي يجب أن نشير إليها في هذا الصدد هو الحصار الذي يواجهه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الحالي ومنذ اندلاع العمليات القتالية داخل قطاع غزة في أكتوبر الماضي. بنيامين نتنياهو محاصر سياسيا في الداخل الإسرائيلي بسبب الأوضاع على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي واجهها إسرائيل منذ يوم 7 أكتوبر بسبب العمليات الإسرائيلية. فأعتقد أن نتنياهو نفسه يريد مواصلة هذه العمليات بأي ثمن، هو يريد يعني نجاة أو إنقاذ نفسه على المستوى السياسي ومن الملاحقة القضائية داخل إسرائيل إذا ما انتهت هذه الحرب. يعني أعتقد أن هذه إحدى المشكلات الجوهرية التي تعانيها هذه الأزمة في الوقت الحالي، هي أزمة نتنياهو نفسه وأزمة نتنياهو شخصيا ومحاولة تأمين مين خروجه من هذا المشهد، وهو لا يجد حلا حتى الآن فيما يخص يعني خروجه من المشهد السياسي بشكل آمن لنفسه على النواحي يعني بعيدا عن الملاحقة القضائية أو السياسية، أو هو يعني حياته السياسية انتهت مع هذه الحرب، ولكن هو يريد تأمين نفسه يعني من الملاحقة القضائية فيما بعد، ولذلك هو يريد مواصلة يعني وضع العقبات أمام هذه المفاوضات وعلى الأقل يعني تحقيق بعض التقدم في العملية داخل قطاع داخل مدينة رفح في ظل يعني تصريحات أو تشير إلى نية إسرائيل مواصلة المفاوضات. يعني هو يريد كسب الوقت، نتنياهو يريد من ناحية كسب الوقت لتحقيق يعني بعض التقدم الإسرائيلي داخل مدينة رفح الفلسطينية، ومن ناحية أخرى هو يريد أيضا مواصلة هذه العملية تحقيق انتصار يمكن به يعني تحقيق بعض النجاحات السياسية داخل إسرائيل خلال الفترة المقبلة. وأعتقد أنه أيضا في هذا الصدد هو مدفوع من اليمين المتطرف داخل إسرائيل، هذا اليمين يعني هو الذي وضع الزيت على النار خلال الفترة الماضية مزيد من العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة بوجه عام ومواصلة هذه العمليات. فأعتقد بوجه عام أن المفاوضات لم تنتهي بعد. إسرائيل كما يعني أشرنا قبل قليل قالت وأكدت أن هناك وفد إسرائيلي سوف يصل القاهرة وأن المفاوضات مستمرة. يعني قد يكون يحتمل هذا التصريح الإسرائيلي يعني حقيقة نوايا إسرائيلية في يعني مواصلة المفاوضات بالفعل، أو أنها تمويه إسرائيل لتحقيق بعض التقدم العسكري الإسرائيلي داخل مدينة رفح الفلسطينية. طيب أستاذ نزار، هل هذه التصريحات تضغط على الوسطاء بأن يعدلوا على أي نقاط لا تعجب إسرائيل؟ بالطبع سوف تؤثر، ولكن كما تفضل الأستاذ مجلي النقاط فعلا ليست نقاط اختلاف كبيرة وليس لا تبرر الاستمرار في الحرب، ولكن كما يقولون الحرب هي تكملة للدبلوماسية.
وأضف إلى ذلك يبدو أن بالنسبة لنتنياهو هو يقوم بالعملين، يقوم باجتياح رفح ويبدو أنه هو القوي، لأنه إذا لم يدخل إلى رفح سوف تكون عملية الحرب في غزة غير مكتملة، فهو يحتاج إلى دخول رفح وإلى صورة. إذا لاحظت هو قال أنزلنا علم حماس ووضعنا العلم الإسرائيلي، وهو فعليا هو كان العلم الفلسطيني، ولكن هذه الصورة ممكن أن يروج لها أن صورة انتصار، إنزال علم ووضع علم وسيطرة على كافة مداخل غزة. وفي المقابل هنالك وفد مفاوض في مصر يسعى إلى التفاوض، وكل التحركات العسكرية في رفح جزء من الضغط كي تقبل حماس بشيء أقل مما طلبته. ولكن في رأيي أظن الخطر الحقيقي هو في التعريف المبهمة من حيث ما هو الهدوء المستدام ونوعية الأسرى أو المحتجزين. شكرا جزيلا لك من واشنطن. كان معنا الأستاذ نزار فرسخ، الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. من القاهرة كان معنا الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية علي عاطف. وكان معنا من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. نعود مشاهدينا لنتابع معكم آخر الأخبار وما نقلناه قبل قليل عن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال بأنهم لن يسمحوا لحماس باستعادة قدراتها العسكرية، وأنهم سيمنعونها من أي دور في الحكم بقطاع غزة. وعملية رفح خطوة مهمة لتدمير ما تبقى من قدرات حماس. أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في القاهرة، قال إنه الوفد متمسك بمطالب ثبات ضمان أمني إسرائيل. نلتقي مشاهدينا على رأس الساعة في ساعة إخبارية جديدة.